كيف الامتحان؟ ولا إشي من اللي أخذناه، ولا إشي يعني كل الأسئلة قدرات عليا كلهم يعني حسبي الله فيهم. كيف يوم ونص قبل كيمياء يعني، وإحنا ناويين نرفع معدلنا فيه يعني. كيف الامتحان؟ تفضلي. ما بنحل والوقت كتير قليل ومعطينا يوم ونص إله يعني، وما بتخوتوا ماله؟ صعب طويل وكان فيه خطأ أول سؤال، وقعدوا يعدلونا إلهم ساعة في القاعة بيعدلوا، يعني هو أول سؤال المفروض يكون سهل يعني عشان نكمل الباقي، وصلت السؤال الثامن كاملة ماضي نص ساعة ومش لسه الأول مش محلول، فحلت عرفته. زين كيف وقت التربيه ارباك للطالب وخوف الطالب زي هيك يكون سؤال اول سؤال غلط، هو ما في حدا بيضغطك ورا اللي بيوضع الاسئله، اللي بيوضع الاسئله يتقي الله في الطلاب. الطلاب طول السنه وهي تدرس منهج صعب منهج يعني يراعوا اول سؤال تجيبه غلط، لما يكون اول سؤال غلط بنتي كيف بدها تحل؟ تكون تيجي تحكي لك فيه غلط، كيف اي نفسيه الطالب راحت وقته ضاع، حسبي الله ونعم الوكيل. شكرا يا أسئلة الامتحان صعبة جدا، الوقت غير كافي، ضيعوا تعبنا سنة كاملة، ضيعوا تعبنا على يوم ونص حاطين قبل الكيمياء معاملين معاملة تاريخ، غير إنه الأسئلة صعبة مش من الكتاب، طول السنة هم يحكونا نكزوا على الكتاب، ادرسوا أسئلة الكتاب، حلوا أسئلة الكتاب، الامتحان مش من الكتاب، كل أسئلة الكتاب الصعبة أسهل من امتحان اليوم. الامتحان ما براعي فروقات فردية، امتحان بده وقت زيادة، غير التضليل، كل الأسئلة الدوائر 50 دائرة كلهم بدهم حل، ما في ولا إشي مباشر. ولا إشي مباشر امتحان اليوم، يعني امتحان الكيمياء هم معتبرينه تاريخ؟ يعني مش فاهم هم معتبرين امتحان ولا معتبرينه مثلا إنه زيه زي أي مادة حاطينها يوم ونص قبلها؟ بيجوا بيحكوا لنا ماشي أنتم خاتمين أول سنة، أوكي يا عمي إحنا خاتمين أول سنة، حلينا أسئلة السنوات وحلينا أسئلة باليوم ونص هدول، كل أسئلة السنوات أسهل من أسئلة امتحان اليوم، كل الأسئلة اللي إحنا حليناها من الكتاب ومن برا الكتاب أسهل من أسئلة امتحان اليوم. يعني امتحان يعني ضربونا رياضيات، ضربونا كيمياء، ضربونا فيزياء، ضربونا كل الامتحان فيه اغلاط، الوقت مش للطالب، بيجوا بيختموا بيوقعوا بياخذوا من وقتنا يعني، وغير هيك انا اصلا الوقت مش كافي لا لتضليل لا لحل، كيف بتاخذوا من وقت الطالب وبتفتحوا الورق عند الطالب؟ بتفتحوا الورق بتضيعوا 10 دقائق من وقتنا، ما بتعطونا وقت اضافي. يعني الوزاره فاشله وامتحاناتهم فاشله والأسئلة اللي بحطوها لمنهاج جديد فاشلة، هذا بين إنه منهاج فاشل السنة. بخزي الامتحان طويل وما بنحل وكل قدرات عليا، سؤالين يمكن هم اللي بنحلوا بس. كيف الامتحان؟ الامتحان سيء جدا، ما براعي فروق فردية بالمواد، احنا كطلاب حلينا 2003 2004 مش هيك الامتحان. تفضلي يا عمو، كيف الامتحان؟ ابدا ما بنجح فيه ابدا. ليه شو صار معك؟ الاسئله كثير طويله ما بتنحل، الاجوبه ما بتطلع منها ما بتطلع غير لما تضلك تساعد، ما بزبط السؤال بده ساعه ساعه ونص نص ساعه بده مش هيك. بس يلا ونعم الوكيل. كيف الامتحان؟ التخصص كان صعب شوي، الدوائر كتير يعني مش نفس دراستنا الأشياء اللي درسناها، بس الحمد لله يعني كان منيح، بس الامتحان كان مش كيف الامتحان؟ يعني العربي التخصص كان كتير سيء، جايبين أصعب أفكار ولا سؤال كان سروال صادقة، يعني منيح إنه بنحذفين مبين إنه عارفين إنه إحنا رح نعذفه لأنه كان كتير صعب ولا سؤال سنوات سابقة، والحفظ جايبين أزنخ إشي أزنخ بين السطور كله. يعني عمو؟ كان بصراحة صعب مستواه، يعني فعليا بده أكثر من يوم ونص لحتى الواحد يدرس له ويتمكن منه، الوزارة كتير ضغطتنا بصراحة بهذا الوقت. امتحان كتير كتير صعب وما براعي الفروقات الفردية أبدا، وحاطين لنا يوم ونص للكيمياء، يعني مش عارف إيش الواحد يفهم فيه العضوية ولا إيش، كتير صعب كل شيء من برا المنهاج بيخسر صراحة، منهم لله بس. يعني مش عارف حل ما بنحل، أسئلة من برا المنهاج، دفعت بلاوي أهلي دفعوا بلاوي علي على توجيهي، بالأخير امتحان أقرأ السؤال ما أعرف أحله، مش هيك والله مو هيك، والله عذبوا علينا،
احنا يعني ما عندهم اولادهم، ما عندهم اولاد خافوا عليهم، ما عندهم. الامتحان اليوم كيمياء للفرع العلمي كتير صعب وطويل، بده 3 ساعات حرفيا، يعني كل القدرات العليا ما بيصير هيك. كاحنا كطلاب يعني مراجعة الكيمياء بده 3 ايام مش يوم ونص، وجايبينه طويل وصعب، كل قدرات عليا ما في اشي. الحفظ يعني نص الكيمياء حفظ، ما جاب الا سؤالين يا ريت حفظ، يعني فيش الغل حرفيا، يعني حسبي الله فيهم. مسؤولة القاعة بنص الامتحان تقول لي الامتحان فيه ياكو غلط. الامتحان يعني مش امتحان، بالمرة ما في سؤال مباشر، كل 50 دائرة، كل دائرة بدها 4 5 6 دقائق حل بس، وما بطلع معك جواب. يعني لو بطلع معك جواب ما تزعل، ما كل شنصنا 50 دائرة شنصناهم، يعني بجوز 10 دوائر اللي حليناهم زي العالم. طلاب علمي كان الامتحان مش سهل ابدا، الغلط الاخلاط الامتحان مش عم تنغفر فيها. يعني انا وقت بعلب اول سؤال بثالث سؤال بالورقه الاولى بقعد عليه 10 دقائق وما بيعرف يحل 3 افراح، الاسئله اللي بعدها كلها بتطلع معي. ما بعرف وزاره بدل ما تتكلف وتطلع تبرر الخطا انه عمل بشري لا يخلو. طب انت روح طلع على الورقه قبل ما تطلعها، اخضعها تحت معايير، حط اجوبه نموذجيه. انت جايب لي الورقه هيك ما بيحلوها، ما بيحلوها بما يعطونا اياها. يعني مثلا نص الاختبار يجي يصحح غلط، نحن باقي الاختبار كله خبصنا فيه من وراء هذا الغلط، اخر شيء بيطلعوا بيبرروا على الفاضي. 12 آلية يتحقق فيها من اجوبتنا، ما عنده بس استاذ واحد يحل امتحانه، بس سؤال هذا سؤال بس جد انا بدي يطلع ويجاوبني، ما في آلية هو يحل فيها الامتحان. زين انجليزي جايب لي عامل لي كروب للفقره يجيب لي عليها سؤال على اي اساس، ورياضيات سؤال غلط علينا، وكيف ما بعرف بيطلع بيحكي لي ايش الاسئله من الكتاب، ولا سؤال من الكتاب. يا رانا اللي في سؤال من الكتاب. احنا اليوم بعد ساعه وربع اجوا صلحوا لنا السؤال، بعد ما احنا كنا حالين ومخلصين، وصرنا نحكي لهم احنا بدنا تعويض، فهم هو الامتحان اصلا صعب، فهم انتم غلطانين بالامتحان، فهم هو ما في وقت، فاحنا بدنا تعويض. الرئيسات صاروا يحكوا احنا ما لنا اي علاقه، ولو لنا علاقه كان ساعدنا. ما عبيد مامور شو خصمهم على اللي هم صادح على الروس كبير صحيح، بس هذا مش عدل. احنا بكل امتحان بيجي غلط، واحنا بكل امتحان ما بيجيبوا زي اسئله السنوات السابقه، واسئله السنوات السابقه احنا كلنا كنا نحلها ونجيب فيها علامات عاليه. ليش انا طالب زي يجيب 70 ولا باخر 70؟